فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: انتشر في الآونة الأخيرة عند بعض الناس أنه إذا فاز النادي الكروي التابع له فإنه يقيم حفلة ويذبح ذبيحة وغير ذلك. هذا كله باطل، وأكل للمال بالباطل. لا يجوز أخذ المسابقة، لا يجوز أخذ الجائزة على المسابقة إلا في الثلاث التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي الرماية أو ركوب الخيل أو ركوب الإبل، لأن هذا يدرب على الجهاد في سبيل الله. وأما أخذ الجوائز على المصارعة، على المباراة، هذا فإن كانت هي جائزة لأن فيها تدريب للجسم وتمرين للجسم جائزة إذا لم يصاحبها منكر، لأن فيها تقوية للجسم وفيها رياضة للجسم لا بأس، لكن لا يؤخذ عليها جوائز. هذا يعتبر من الميسر. نعم.